يا صباح الخير، ايه القمر ده يا ولد؟ ايه القمر ده يا ولد؟ الهياكل بتاعته، وهنا يعني ايه حاجه زي عيش كده على زبادي، تمام؟ يعني تغيير عشان ما يفضلش ياكل هياكل على طول. بص انا المفروض حطيت له الاكل هناك اهوت. يلا بتشوف. اصبر اصبر، يلا افتح الباب. جود بوي جود بوي، شاطر يا ولد، وحشني. بص يا جدعان، اوضه الكلب عامله زي اوضه صاحبه بالظبط، ما شاء الله موضبها. يعني دي المفروض بتبقى مفروده، والطوب ده بيبقى في الجنب كده عشان اللي هو ايه يثبتها. المفروض ان هو بص عامل ايه، يعني المفروض دي بيبقى مكانه هنا، وده بتبقى مليانه ميه مش عارف راحت فين، وقع على الارض. ف لسه ده عايزه تتظبط. وعايز اقول لكم ان السطح بتاع بيتشر عايز يتظبط ويتنضف، لان زي ما انتم شايفين حاجه زخرة. اهم حاجه طبعا عشان تربي حيوان لازم تهتم بالنظافه بتاعته، لان بص انت مش هتهتم بالنظافه من هنا هتلاقي الكلب مليان، او اي حيوان حرفيا مليان حشرات من هنا. انا بطبيعتي بهتم ببوتشر على طول وبعمل له كل حاجه، لكن الفتره دي فعلا انا حاسس ان انا مش بس مشغول في الدراسه وكده، حاسس فعلا ان انا يعني ماليش نفس اي حاجه، مش عارف ليه. حتى لما اجي اصور فيديوهات يعني ما بصورهاش كده بنفسي، انتوا متخيلين؟ ولكن النهارده الصراحه انا صحيت، مش عشان والله العظيم اصور فيديو ولا حاجه، بس انا يعني ايه من اكتر الحاجات اللي انا بحبها ان انا افضل اتكلم معاكم انتوا، فقلت اصور فيديو على قناتي ومات عمر وبوتشر، ناكل في المعلم ده نقضيهم معاه، وما نصح برضو ايه نظبط له الكلام واصوره. فبس المفروض دلوقتي هنستنى لحد ما يخلص ونبدا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى اوريكم رد فعل بوتشر. انا طلعت بعد ما خلص اكل، تمام؟ شوف رد فعله بقى ما يشوف. افتح يلا بقى. تعال تعال يا اسطى، اللي كان وحشني. انت بتعمل ايه؟ لا لا لا، دي شكاره الحمام، عايز اكل اكل الحمام يا جدعان. لا لا لا، سيب سيب اللي قالك كده يتحط علينا. تعالى هنا تعالى هنا، خلاص بوتشر خلاص. انا قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ ها؟ تعال انت فرحان كده ليه؟ تعال 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 تعال، انت رايح فين؟ يا جدعان عايز اقول لكم ان انا نضفت له السطح التاني. شوف السطح التاني بقى نضيف خالص، وسايب له دول يلعب فيهم كده عشان بيحب ايه يخش يكسر في الحاجات دي. بصوا بيحب مش معانا قوي. ايه؟ تعال تعال تعال، انت مبوظ نفسك يا جدعان، انت عايز تستحمى الله يخرب البيت. هو انت يا ابني عايز يا ابني من اكل الحمام يا ابني؟ انت مش اكل اكل، تعال انت مش كلت اكل اكل تعال تعال. يا ابني سيب اكل الحمام في حاله يا ابني، يا ابني اسكت يا ابني، اخرب بيت شكلك هتجيب لنا مشاكل. بص هنتفق اتفاق، انت اكلت اكل سيب اكل الحمام، سلم يا خلصه متفق. ايه ما تلمسش الاكل، يلا خش البيت. تصدق ان انت عيل وسخ، خلي مش قد كلامك. يلا تعالى يلا تعالى يلا تعالى يلا تعالى يلا تعالى يلا تعالى يلا بوتشر، يلا خش خش يلا خش خش. انت انت محدش يفتح لك ابدا. بص يا جدعان بيعشق حاجه اسمها الاستوديو. افتح افتح يلا خش. ايه انت فرحان كده ليه؟ عايز اقول لكم ان دلوقتي في ناس كتير قالت لي بوتشر نسى التدريبات اللي انت عملتها له ولا يمكن يكون فاكرها وكده، فمفروض ان احنا دلوقتي هنبدا ان احنا نعمل عليه الاوامر ونشوف هل هو نسى التدريب فعلا ولا لا زي ما في ناس بتقول. بس طبعا اللي واثق من بوتشر او اللي عارف بوتشر او اللي شاف بوتشر على الحقيقه، تصدق ان انت بني ادم مهزق، عارف ان انت ما نسيتهاش. تعالى بوتشر تعالى بوتشر، ست انزل داون يلا يلا بوتشر، عاوز صوت صوت، متحركش من مكانك، صوت عالي اعلى يالا اعلى. جود بوي، نام كده نام كده بس كده. قوم يلا سد سد، متحركش من مكانك، اوعى تتحرك، متحركش من مكانك، سلم باليمين، متحركش انزل ده انزل سد تاني، سلم الشمال ان شاء الله، ما تتحركش من مكانك، ما تتحركش ما تتحركش، حركت ما تتحركش. تعال يالا تعال 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 تعال. اخر حاجه يا جدعان، تعالى يا بوتشر جنب على فوق، جنب عال بوتشر، اخر حاجه جنب جنب. جود بوي بوتشر، شاطر يا ولد شاطر يا ولد شاطر يا ولد. بص يا جدعان بصوا بصوا بصوا، عايز نلعب بالمخده. سيب
صفر. عايز اقول لكم يا جدعان ان بوتشر الفتره دي فعلا بقى مهايبر بطريقه غبيه غبيه بسبب ان انا ما بطلعش اقعد معاهم كده، ولكن انا بطلع له كل يوم اكيد، بس يعني ما عادش بقعد معاه زي الاول فاهمين. دلوقتي يا جدعان بقى جه وقت ان احنا ننضف له الاوضه بتاعته وننضف له السطح الخرا ده تمام وبس. بعد تعب كتير قوي خلاص خلصنا السطح كله. عايز اقول لكم ان السطح ده خد مني كميه مجهود ما حصلتش بقالي كتير قوي 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 ما عرفتش اعملش. خلينا تحت اطلع يا جدعان. عايز اقول لكم ان انا كنت عايز احمي بوتشر وراك يا ابني. انت عايز ايه يا ابني؟ اطلع حلو اطلع حلو اطلع حلو. هات هات بسرعة، هات يلا جنب عليه جنب عليه جنب جنب هات هات هنجيب هنجيب جنب عليه جنب عليه جنب 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 عليه كود بيلا عاش يا جدعان. انا كنت عايز احمي البوتشر ولكن للاسف الدنيا شكلها مش شمس، فخايف بعد ما احميه الدنيا اللي هي بتشتي وكده، فممكن نحميه مثلا في اي يوم تاني. لو عايزين نصور لكم فيديو بقى انا بحميه بقى حمايه العيد لانه بقى كتير قوي استحماه. يلا بسرعه ست ست ما تحركش مكانك ما تحركش روح يا يالا اجري يالا ولا تيجي ننزل شويه تحت قدام البيت. يلا بينا. بص يا جدعان اصلا عايز اجيب له طوق جديد وعايز اجيب له دنيا جديده، فلو عايزين جزء تاني من حلقه اكسسوارات بوتشر وصلوا في الفيديو ده 5000 لايك. انت بتعمل ايه؟ انزل يلا هو مش هيصدق. انزل يلا انت فرحان انت فرحان انزل انزل هو مش مصدق. راحة بالراحه انزل انزل يلا انزل انزل انزل. بس يا جدعان شاف قطه ايه ده يالا بسرعه بس ايه ده يالا ايه ده يالا ايه ده يا جدعان بيبصوا ازاي. خلاص استهدى بالله استهدى بالله معلش معلش. شوف يا جدعان الخضرة دي. تعال تعال ننزل بس ما تروحش بعيد او شم بس كده شم ايوه شم كده كده. انا المشكلة هنا يعني في انت بتعمل ايه؟ بيعمل حمام يا جدعان عشان بيفرض سيطرته. تعال 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 نروح مكان تاني. بالراحة انت رايح فين؟ تعال اطلع هنا اطلع هنا اطلع. عايز ايه؟ شوف القطة يا جدعان شوف القطة يلا 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 بالراحة بالراحة يلا نطلع يلا نطلع يلا نطلع فوق بسرعة فوق أعلى بسرعة. عايز ينزل عايز ينزل خلاص كفاية انت طماع يا ما كنتش بتفرق خرجت اطلع اجري بص يا جدعان اكتر حركة بوتشر بيحبها ان انا افتح له حنفاويشه. اشرب يلا اشرب طيب يا جدعان المفروض انا هنهي الفيديو لحد هنا، بس قبل ما انهي الفيديو حابب اتكلم معاكم شويه. حابب اشكركم فعلا على كل حاجه بتقدموها لي الفتره الاخيره. يمكن الفتره اللي فاتت ما كنتش بنزل فيديوهات او يعني ان انا حابب اقطع الفتره اللي جايه شويه،
ولكن انا بشكركم على وقفتكم جنبي. المهم يا جدعان اكتبوا لي لو انتوا عايزين الحلقه الجايه تكون عباره عن ان احنا نجيب له اكسسوارات، لان بيني وبينكم عايز اجيب له اكسسوارات، لان بوتشر بقت الاكسسوارات بتاعته قليله وكده، عايز اللي هو اظبطه يعني. غير كده يا جدعان في مفاجاه قريبه هنعملها لبوتشر هتفهموها برده. لو عايزين تتكلموا معايا يا جدعان ببقى موجود 24 ساعه على الانستجرام، فانستجرام اهوت، وهتلاقوا رابط الانستجرام بتاعي تحت في صندوق الوصف. وكمان اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في قناه عمار احمد، لو قناة عمار احمد تحت. اشتركوا في قناه عمور هتلاقوها برده تحت. هبدا انزل عليها، عارف انا ما نزلتش عليها بس هبدا انزل عليها. وبس كان معاكم عمار احمد والمعلم بوتشر، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. السلام عليكم. خلاص يا ابني بقى.